شامخة كنخلة بغداد وكذلك جميلة كلحن سومري عتيق، الشغف عنوان طريقها وأيضا المحبة أساس رصيدها. إنها الفنانة القديرة فوزية الشندي، أهلا وسهلا بيك في بغداد وفي شاشة بابلون بشكل حصري. شكرا جزيلا لاستقبالكم الحلو وابتسامتكم الحلوة بالرغم من حرارة الجو. أنا سعيدة جدا بوجودي في مطار العراق العظيم، مطار بغداد الدولي، وما شاء الله الوجوه كلها حلوة ومبتسمة، وإن شاء الله دائما أنتم بخير والشعب العراقي بخير. احنا سعيدين جدا بتواجدك ويانا اليوم، وأيضا يعني بغداد تفتح إيديها لاستقبالك. بنفس الوقت أنت اليوم يعني سبب تواجدك اليوم ويانا هو بسبب إطلاق دورة الهلال الذهبي، اسم دورته الثالثة باسم فوزية شندي. شنو اللي يعني لك هذا الموضوع؟ يعني أنا أعتبر هذا أفضل تكريم يعني مر في حياتي كلها، وأشكر المخططين يعني ذوي العقول الكبيرة أن يخططون لكل فنان يعني عن كيفية مجيئة من مكان البعيد واحترامه، ويخلوه بالفرس كلاس ويدللوه ويعني يخلوه بأحسن الأماكن والفنادق، وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على أنه إن شاء الله الفن سيرتقي يعني إلى أماكن عالية جدا. وأني أشكر يعني جميع الذين عملوا في هذا وعلى رأسهم الأستاذ حيدر النعيمي. قناة بابلون يعني ستنفرد بشكل حصري لنقل هذا الحفل، كلمة توجهها إلى جمهور بابلون تي في. بابلون تي في يعني هو يكفي أنه كلمة بابلون معناها باب الله، بابا إيلو معناها باب الله، وباب الله دائما مفتوحة لجميع الخيرين وجميع العاملين بشكل مخلص. فبابل يكفي أنها يعني تمتلك هذه المجموعة من الشباب الرائع الجميل، واللي يعني هم على أكتافهم أعتقد إن شاء الله يبنى الفن، ويعني تتمتع الحياة الفنية بالرقي وبالثقافة وبالمضامين الصحيحة وبإصلاح يعني إصلاح المجتمع من خلال الفن، لأن الفن موجود هو يعني للتغيير، الفن يغير كثير من المعايير في المجتمعات، وبابل على عيننا وعلى رأسنا. شكرا جزيلا لك الفنانة القديرة فوزية الشندي، وعلى أمل أنه نلتقي طبعا في الحفل. جزيل الشكر.